مشاهدي صوت العدالة أينما كنتم مرحبا بكم. من طبيعي أنه العدد يزيد يرتفع، لكن الغير طبيعي هو بعض الناس اللي اليوم يهضروا معهم بجميع اللغات ومازال ما بغوش يفهموا قاف دارك. إلى الأمر خرج على السيطرة ما تستغربوش، لأنه غيكون راجع للاستهتار ديال بعض الناس. الله يهدي مخلق. عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولينا كنشوفوا مظاهر كثيرة، منها فيديوهات، منها مقالات، منها صور اللي كتلاح إنسان جالس في الشرجم ديال دارو كيهز تليفون وكيبدا يصور في الناس خارجين بهم غاديين بهم غير يدوزوا التيست، ما عرفنا واش بوزيتيف ولا ماشي بوزيتيف، ولا حتى كيولوا الناس مخلوعين في ديورهم كيتباكاو، ما ماسين حتى حاجة، ما هادرين مع حد، ما مختلطين حتى شي حد، ومخلوعين غادي يولي عندهم مرض نفساني، ما غيبقاش غير كورونا. الله يهديكم، خلوا الناس دير خدمتها. راه وزارة الصحة كون بغات تسجل هذوك الناس وهما خارجة بهم وغادية بهم للسبيطار باش دير لهم تيست، راه ما غاتجيهاش صعيبة. خلوا الناس ديال وزارة الصحة يديروا خدمتهم، وخلوا الناس ديال السلطة يديروا خدمتهم. واش عباد الله الناس خارجة باش دير خدمتها وواحد آخر تابعها بالكاميرا وبالصوارة وتابعها بالبورتابل وكيجمع في اللقطات، فيهم اللي مزيان فيهم اللي ما مزيان فيهم اللي بصلاحته فيهم اللي ماشي بصلاحته وكيلوح الناس. لا إله إلا الله. اليوم في هذه الحلقة حاولوا نشوفوها بطريقة اللي هي واقعية وإيجابية، خرجوا من هذه القوقعة عادية لهذه الوشايات وهذه الصور اللي هي خيبة اللي كتلاح. وهذا غنحاولوا نسلطوا الأضواء على واحد الناس اللي كيعرضوا نفسهم منذ البداية ديال الحملات التوعوية ومنذ بداية الحظر كيخرجوا وكيعرضوا نفسهم للخطر وكيعرضوا نفسهم لهذا المرض، مع العلم أنه كانت مخودة عليهم واحد النظرة بين قوسين اللي مشيت ليه، ولكن بينوا على أنهم فيهم رجال اللي يعول عليهم الوطن واللي يديرهم في كتافه أعوان السلطة. كاين معاناة بالنسبة لبعض المواطنين اللي ما كيستجبوش هذا الحظر التجول الصحي، كاين شوية تعنت من بعض المواطنين اللي كيستجبوش لهذا النداء وهذا الواجب الوطني، وكنتمناو تكون واحد تجاوب اللي يعرفوا بقيمة هذا الوباء، لأنه هذا الوباء لو وصل لمشى توصل لحبابنا وصل لإخوان ديوننا وصل لعائلتنا غنفقدوا شي ناس عزاز علينا. حنا معرضين للخطر، حنا ماشي مشكل عندنا، ولكن ما بيناش المواطنين يتقاسوا، ما بيناش خوتنا والمواطنين ديوننا يتقاسوا بهذا الوباء. فالفترة كل شيء خارج، ما كاينش حتى التراتبية، ما بقاتش فراسك حتى التراتبية، يعني الهرم الإداري بالنسبة لرئيس دائرة ولا باشا ولا قايد، يعني كل شيء يدير مجهود، وكاين باشا ما كيشوف ولادو، القيد ما كيشوف ولادو، رئيس الدائرة ما كيشوف ولادو، المقدم حتى بحال بحال. يعني هاد كورونا سوى الأوفر، ما بقاتش عندنا شي ترتيب، كل شيء خارج مسكين كيخط. وهذا المجهود بين المواطنين يتمنوا، لما كتلقى على السلطة هابطة، العامل هو هابط بيدي كيخدام بيدي هو وخدام مجهوده، بين المواطنين هو يكون عنده يحس بهذا المجهود ويتمنوا، ماشي يتمنوا. احنا ما بينا لا بوز لا والو، احنا بينا الامور تكون ما عندنا غرض بالبوز، ما عندنا غرض حتى حاجه، عندنا غرض بالخدمه، خدمه للوطن، خدمه ليكم نتوما المواطنين، وعاونونا. ما عندناش غرض حنا نبانو ولا شي حاجه ولا هادشي، هادشي راه كنديروه ديما عمل روتيني عندنا، ولكن دابا تزاد عمل روتيني. شتي هادشي ديال زوج في التعمير وهادشي ديال العمل الاستخباراتي وهادشي كلشي اللي عندنا حنا بشكل كوتيداني والدوري، ودابا تزادنا كورونا، يعني تزادنا كورونا تزادنا على حساب الخدمة ديالها، ديكلاري الحالات المخالطة، لك عندك شي حالة مخالطة ودخلت عندك المدينة خصك تكون عندك واحد الحس ديال اليقظة والتربوش، تكون يعني في السيكتور ديالك حاضر، وزايد الحملات ديال انك تدخل بنادم للدار عنده وتوعيه. يعني انا ماشي كنعنفو بنادم ولا شي حاجة، كانوا بلاتي احسن كنشي الا دارت عند كنشدو كنقدمو نيا العامة، يعني كدير الاجراءات اللازمة ديك، ما عندناش شي حاجه ولا كنعنفوا لها. كاين بعض الخروقات داروا بعض المتطوعين الله يجازيهم اللي تجاوزوا شويه الاطار، ولكن القانون ياخذ مجرى في هذه المساله. وفي نفس الاطار ديال الناس اللي ضحاوا بالغالي وبالنفيس،
وعرضوا أنفسهم للخطر باش يوصلوا الرسالة التحذيرية للناس باش يبقوا في ديورهم. معنا المراسل لصوت العدالة سي هشام العبي. تفضل سي هشام. تحية للزميل نبيل سويلمي في الاستوديو، وأيضا تحية للزميل زكريا اللواح المخرج البرنامج، وتحية للمشاهدين صوت العدالة. كيف ما كتشوفوا احنا قدام منزل رئيسة جمعية باب المستقبل بمدينة أسفي، وبالضبط بحي أشبار. جينا نشوفوا كيفاش الاستعدادات ديولهم، كيفاش كيوجدوا حيث ما دابا كيوجدوا الخرجة باش يخرجوا في حملة تحسيسية مع السلطات المحلية، حملة تحسيسية يوعوا الناس باش الناس ما يخرجوش من ديورهم، واللي اللي خارج من دارو كيقولوا ليه بجنب السلطات المحلية، كيقولوا ليهم دخلوا لديوركم. غادي نطلعوا عندها وغادي نشوفوا كيفاش الأجواء هي والوليدات ديولها. تبعوا معنا. الشجرة المثمرة دائما كتلقى بالحجر، وحنا الحمد لله كنخدموا وكنتعاملوا مع الناس كاملين. لقينا بزاف تاع المشاكل مع الناس، لان الناس الله يحسن العوان كاين الفقر. ما يمكنش تجي عند واحد الانسان وتسد عليه دار وتقول لي سد بابك ما تخرجش، لان اغلبيه تاع الناس مساكن الله يحسن العوان كاين اللي خدام جا واحد النهار مع الصباح كتقول لي سد دارك، صعيب باش يتجاوب معك. ولهذا كانت حنا الحمله ديال التحسيسيه ديالنا، الحمله التحسيسيه كان فيها بزاف ديال ردود الافعال ديال الناس، زعما لي جون لي سيتويان سافيو انهم با اكسبتيو لو ديبي، ما قبلوش هذا الشيء في المره الاولى. ولكن حنا بقينا كنصروا يوميا، كنخرجوا مع الـ مع 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 القائد والقائدين ديال الدوائر كلهم. خرجنا للمدينه، مشينا للشمال، يعني انا كنخرج مع الصباح ما كنرجع حتى الليل. انا وليدات ديالو كنت نتعرضهم للخطر، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد كنا دائما تنخرجوا حنايا بالوسائل ديال يعني كندو معنا الكمامات ديالنا لي غون تنخرجوا بهم. عندي الفون ديالي فيما كنبغي نستعملو كنمسحو داكشي، ولكن هذا يعني انا دائما تنوصل واحد الرساله على اساس ان هذا المرض يعني الدول العظمى راه ما عطاتوش الحق ديالو، يعني استهزؤوا منه في المره الاولى، والنتيجه كتشوف بعدا الدول بحال ايطاليا واسبانيا المرض هو تزاد. ولكن احنا الحمد لله السلطات المغربيه بقياده الملك محمد السادس نصره الله، وبالعامل ديال اقليم مدينه أسفي، وبالسلطه اللي منها القياد ولا المقدميه ولا رئيس الدائره ولا المجتمع المدني ولا حتى الساكنه، كان عنده واحد الدور مهم جدا في التحسيس ديال الناس. ولهذا انا دائما تنقولها وتنعاود نكررها، الله يخليكم، حنا تنديروا واحد المجهود ديالنا، ولكن الكمال تيبقى على الله والكمال تيبقى عليكم ديوركم. صراحه غتدخلوا لديوركم كاين واحد بزاف تاع المعاناه، ولكن هذا الوقت اللي الانسان يدخل لدارو كاين بزاف الحوايج ما يدارو، كاين بزاف الناس اللي مع الصباح كيفيقوا تيمشوا للقهوه تيبقاو النهار كله، او تيخرجوا للخدمه ما تيشوفوش وليداتهم حتى العشيه. هذا هو الوقت اللي هذا كان واحد، هذه كانت واحد الانذار لجميع الاباء والامهات باش يعطيو واحد الاعتناء لوليداتهم. وعندي واحد النصيحه لجميع الاطفال والشباب، راكم ماشي في عطله، راكم نتوما في حاله انذار باش تجلسوا في ديوركم تقراو. الحمد لله السلطه كيف السلطه، الحمد لله ولا الملك ديالنا وفر لكم يعني لي سيت ديال الانترنت باش تقراو باش تراجعوا في البيوت ديالكم. اغتنموا الفرصه وجلسوا في ديوركم، لان في ديار احنا اللي احتاجتونا، احنا نجوا عندكم، احنا نخدموا عليكم، ولكن بقوا في ديوركم. ربيعة قليوين فاعلة جمعوية، نموذج للمرأة المناضلة المسفيوية. شكرا لربيعة، كنتمنى لك التوفيق في حياتك المهنية والعائلية. شكرا سي هشام العبيد مراسل ديالنا. حالة الطوارئ الصحية، حالة الطوارئ الصحية بمدينة أسفي كيف ما قلنا في الحلقة السابقة بأنه الناس وصلت لدرجة 75% حتى 80% ديال المواظبة على البقاء في المنازل، لكن واحد النسبة اللي بقى من خلال الجولات اللي قمنا بها مع السلطات المحلية خلال المداهمات
اللي كتقوم بها ما وراء السادسة اللي الوقت اللي يتبدأ فيه الحجر الصحي، كيتبين لنا بأنه بزاف ديال الناس اللي واخدين كلعبة، وهاد الناس هم شباب. المشكل فين كاين؟ واش الآباء ما واعيينش بأنهم ولادهم في خطر وكيخلوهم باش يخرجوا على برا؟ وإمتى كيوعوا بهم؟ كيوعوا بهم حتى يقول لهم راهم تشدوا. الله يرضي عليكم، حاولوا تضبطوا ولادكم، حاولوا تضبطوا ولادكم ولو بالأقل غير على فهاد المدة حتى يفوت هاد المرض. نخليكم مع التقرير اللي وجدوا لكم طاقم صوت العدالة. بعد التقرير ما يفوتناش باش نشيدوا بالدور الفعال اللي كتقوم به السلطات المحلية، وبالأخص الناس اللي كتضحي بروحها وكتتعرض للخطر ماشي باش تصور، وإنما خدمة لهذا الوطن. هذوك الناس هما اللي ما كيتسابقوش عليهم وسائل الإعلام. صوت العدالة القريبة منكم دائما معكم قصد التواصل على الرقم اللي غادي يظهر على الشاشة. وربطوا حاليا اتصال بالأخ عبد الهادي الرواز من ضواحي باريز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الهادي الرواز من مدينة مو ضواحي باريس، هذه المدينة الجميلة التي تبعد عن باريس كما قلت ب 45 كيلومتر. الجو جميل جدا كما ترون، الشمس مشرقة والجو مغري بالمتعة والخروج، غير أن الناس ملتزمون ببيوتهم حفاظا على صحتهم والتزاما بالتعليمات التي اتخذتها السلطات الفرنسية للوقاية والحيلولة دون الإصابة بهذا المرض الخبيث. فالكل هنا ملتزم بهذه التعليمات والبقاء في البيوت حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. إذن كما ترون أنا أسكن بالعمارة المقابلة هذه، لست أدري أنت، فالشارع خالي تماما من المارة باستثناء الناس الذين يخرجون للتبضع أو القيام أو الذهاب عند الطبيب أو لممارسة الرياضة، حيث أنك لا يمكن أن تبتعد عن بيتك بحوالي كيلومتر مربع. فكما قلت الكل ملتزم، الكل ملتزم، أقول ملتزم، لأن السلطات كما قلت جادة وجد صارمة مع الناس، فلا يمكن الخروج إلا للضرورة ملحة. فقد يتعرض المخالف لهذا الحجر الصحي، فقد يعرض نفسه
غرامة مالية تصل إلى 135 أورو وقد تضاعف إن تكرر الأمر. أهدي هذا الفيديو البسيط إلى الإخوة في صوت العدالة. شكرا سي عبد الهادي على ثقتكم في جريدة صوت العدالة وعلى تواصلكم معنا. نتمنوا من ربي يحفظنا ويحفظكم من هذه الجائحة ديال الكورونا. إلى شبكة مراسلي صوت العدالة بالمغرب سي بن عبد الله، كيف هي الأحوال في مراكش؟ بخصوص مدينة مراكش، التعليمات الأخيرة ديال والي جهة مراكش للسادة القياد وكذلك رؤساء المناطق الحضرية هو مراقبة كل الأحياء الشعبية، لبعض الأحياء ما كتعرفش الانضباط، وكذلك باش يطبقوا التطبيق الصارم للأشخاص اللي ما كيحترموش الحجر الصحي. اما بما يخص الامن الوطني فتعليمات ولي الامن بمراكش العلوى ونائبه مشيشو اللي كيسهروا على تنفيذ هذا القرار في الشارع العام، وتعليمات للساده رؤساء المناطق منهم المنطقه الاولى اللي البارح صادفنا السيد رئيس المنطقه الاولى للمنطقه الاولى وكذلك السيد رئيس المنطقه الرابعه اللي هما كيتواجدوا في النقط المراقبه الامنيه في الشارع العام، وتشديد كما كنقول انه تشديد نسطروا على هذه الكلمه تشديد المراقبه من طرف السلطات الامنيه وكذلك رجال السلطه بمراكش. ولحد الساعه الحمد لله ان الوضع او المواطنين التزموا بقرارات وزاره الداخليه وانهم كيتواجدوا الحمد لله في المنازل ديالهم وكينضبطوا مع هذه القرارات هذه. كان معكم محمد بن عبد الله، صوت العداله مراكش. الى اقليم تارودانت وبالضبط مدينه ولاد تيمه، سيوس كي دايره الاجواء؟ موقع وقناة صوت العدالة عاين استجابة واسعة للساكن وتجاوبها الكبير مع السلطات الأمنية والمحلية، ولا ننسى الدور الكبير لفعاليات المجتمع المدني الذي يقوم بحملات تحسيسية كبيرة للمواطنين، سواء التعريف بطبيعة الوباء وطرق التعامل اليومي معه بتطبيق طريقة التباعد الاجتماعي، وكذلك الالتزام بقرارات السلطات بتطبيق الحظر الصحي خلال الساعات المقررة. كما لاحظنا تحرك عدة متطوعين في معظم الأحياء الفقيرة وسط المدينة ونواحيها لإيصال المساعدات المقدمة من المحسنين للأسر الفقيرة لتتجلى قيمة التكافل الاجتماعي في أبهى صوره. معكم يوسف بدري، مراسل صوت العدالة بإقليم تارودانت مدينة ولاد تيمة. لحنان من القنيطرة، كي دايره الأجواء؟ رغم المجهودات اللي كتقوم بها السلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة والمجتمع المدني والمتطوعين في الحملات التحسيسية للتوعية، إلا أننا كنلاحظوا أن بعض المواطنين مازال كيستهزؤوا بخطورة كورونا وما عاطينش قيمة للمجهودات اللي كتقوم بها الدولة. حتى الحالات اللي تصابوا بالفيروس في مدينة القنيطرة اليوم كيتواجدوا في أحياء شعبية واللي كتعرف تجمعات بدون فائدة وما كاينش أدنى شروط الوقاية، وهذا الشيء اللي كيخلي الفيروس ينتشر بسرعة. شكرا لشبكة مراسلي صوت العدالة، الشباب المبدع المعطاء. غادي نكون عندنا اتصال إن شاء الله بمراسلينا بباقي ربع المملكة. الدول العظمى واعية بالدور اللي كيقوم به الشباب في مثل هذه المواقف، وغادي نستضفوا مباشرة رئيس حكومة الشباب الموازية اسماعيل الحمراوي. سي اسماعيل، في رأيكم واش ممكن نصنفوا الحجر الصحي بمثابة نهاية العالم بالنسبة للشباب؟ شكرا لموقع صوت العدالة على هذه الاستضافة. كحكومة شباب موازية اعتبرنا بأن السلطات العمومية أخذت مبادرات استباقية نشجعها وننوه بها اليوم أيضا على المواطنات والمواطنين أن يتفاعلوا مع هذه القرارات. فالاختيار للحجر الصحي ليس اختيارا يعني هكذا أو عبثيا، ولكن هو لفائدة المواطنات، لفائدة المواطنين باش أنهم يكونوا في صحة جيدة وأن نوقفوا انتشار ديال هذا الوباء. لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، يجب أن نأخذها بجدية وبكل مسؤولية وأن نتضامن كشعب مغربي. الكونفينمون ولا الحجر يعني الصحي ماشي هو نهاية العالم، ماشي هو يعني انتهاء الدورة الاقتصادية المغربية، ماشي هو انتهاء المسار ديال التعليم، ماشي هو انتهاء مجموعة من المسارات الأخرى المرتبطة بالتشغيل.
بالعكس. كرئاسة حكومة، شنو المبادرات اللي قمتوا بها سي اسماعيل؟ حكومة الشباب الموازية قامت بمجموعة من المبادرات. أولا هناك المبادرات التي تقترحها على الحكومة بحكم أن العمل ديالنا هو تتبع العمل الحكومي، ولذلك قدمنا مجموعة من الاقتراحات ومجموعة من الأفكار ربما أنها جزء كبير منها فكرت فيه الحكومة وتم التنفيذ ديالها. اليوم يجب أن نفكر في السجل الوطني للتطوع، فاليوم نحيي بحرارة في حكومة الشباب الموازية ما تقوم به، ما يقوم به يعني رجال ونساء الصحة، طبيبات، ممرضين، ممرضات، أطباء، جميع القطاع الأطقم ديال الصحة. يجب أن نحيي بحرارة ما يقوم به رجال الدرك، قوات المسلحة، قوات المساعدة، رجال المطافئ، ما يقوم به الآن رجال الإعلام من أجل يعني الوقف ديال الأخبار الزائفة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير جدا. الإشاعة التي أصبحت لها يعني مكانة في وسط أوساط التواصل الاجتماعي، وهذا مخيف لأنه يخيف بشكل كبير جدا المواطنات والمواطنين خصوصا في هذا الوقت. لذلك المجتمع المدني اليوم وحكومة الشباب الموازية تحيي هذه المبادرات، وقامت بشكل يومي دائما تستضيف بعض الشخصيات أطباء من أجل أن نوعي وأن نحسس المواطنات والمواطنين بهذا الخطر للوباء، وأيضا أن ما هي سبل الوقاية وتدابير الوقاية من هذا الوباء أو هذه الجائحة. ثم نقوم بدور آخر وهو أننا نقوم بمساقات توعوية كيفية الوقاية من هذا المرض، كيف يمكن أن نتجنب انتشار هذا الوباء، وأيضا نشجع بشكل كبير جدا على مبادرة البقاء في المنزل والقيام بمبادرات داخلية. لذلك قمنا بطرح 6 أفكار أساسية ومشاريع نشتغل عليها. المشروع الأول هو أن يجب أن يكون لدينا سجل وطني للتطوع. السجل الوطني للتطوع تتبنى الدولة، لأن مع الأسف نلاحظ بأن هناك نسبيا هناك ارتفاع لعدد ديال الحالات، نأمل أن لا ترتفع بشكل كبير جدا، لكن في ذات الوقت نحن نحتاج إلى مسألة استباقية وتأسيس هذا العمل التطوعي اليوم الذي نراه مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بدور جد إيجابي جدا، لكن بوسائل ربما تشكل خطر عليها. لذلك اليوم الدولة تتبنى فكرة السجل الوطني للتطوع، وأن يعني يتم تسجيل كل من يريد أن يتطوع من أجل خدمة هذه القضية وكبح يعني انتشار هذا الفيروس وهذا الوباء. شكرا سي إسماعيل الحمراوي رئيس حكومة الشباب الموازية. كيف قلنا في الأول ديال هذه الحلقة، كثروا الإشاعات وكثروا الأخبار، واللي باغي يداوي كورونا بالثومة، اللي باغي يداويها بالبصلة، اللي باغي يداويها بالهريسة، كثر داك الشيء بزاف، واللي وضع حد لهاد الخرافات ولهاد الأقاويل لابد أن تصلوا بذوي الاختصاص. وفي هذا الإطار غيكون لنا لقاء مع الدكتور علي بن عبد الرزاق أخصائي تخدير وإنعاش، غتكون عندنا معاه سلسلة حلقات لتوضيح بعض الأمور. أنا كنتق في المعطيات اللي كتعطيني الجهات الرسمية، واخا ما بغيتش نتق فيها اش غادي ندير؟ نخلق البلبلة؟ أو إذن كيخصنا نتقوا، كي قلت نتقوا في بعضياتنا، نتقوا في الأجهزة الرسمية ديالنا. وراء الأجهزة الرسمية راه حتى حاجة ما كتخبى. شتي غدا إلى السبيطار الله قدر الله عمر، راه ما يقدرش يقول لك راه ما عمر شيء، لأن الناس كتشوف. اليوم كاين واحد الثقة ما بين السلطة وبين المواطن، ما بين المواطن وما بين الجهاز الرسمي ديالو، ونحافظوا على هاد الثقة ونديروا يدنا في يد الجامع. راه أصعب حاجة هو ديك لا بسيكوز، هو ديك لا فوبيا، هو ديك لونغواس. راه إلا تزرعات هاد لونغواس فهم بيناتنا راه مشينا. هذا كلام ذوي الاختصاص. كيف ما قلنا عندنا سلسله ديال الحلقات اللي غادي نستافدوا منها طريقه الوقايه من هذا الداء، وحتى فين وصل العلاج في المغرب مع الدكتور علي بن عبد الرزاق مشكور. معنا عبد القادر مزرعه المنسق الجهوي للمرصد الوطني لتخليق الحياه العامه ومحاربه الفساد وحمايه المال العام بالمغرب. سي عبد القادر، شفنا بعض التدخلات ضد اللي ما بغاش يمتثل الحالة الطوارئ الصحية،
وكين لأدان الأسلوب واعتبروا بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، وكين الناس اللي فرحانين وكيشوفوا بأنه هذه هي الطريقة الأنجع لردع الناس اللي ما بغوش يمتدلوا. كيفاش كتشوفوا أنتم كهيئة حقوقية؟ أنا أفضل أن كل من لا ينضبط أو اللي خرج على التعليمات ديال السلطات أو اللي خرج في الأوقات اللي فيها الحجر الصحي، أنا كنفضل أن تكون عقوبات زجر يمينها السجن. أنا كنفضلش العصا، فضل أنك تضبطو تسجل ليه المحضر ديالو، يتقدم السيد وكيل الملك يتحكم. أنا كنفضل السجن على أن تكون هذيك العصا، ولا البعض كيقول لا خص العصا، لا خص هذه، لا خص هذه، لا خص هذه الأمور. أنا كنفضل أن هناك يكون عقوبات زجرية وما تكونش العصا. لهذا نوجه ثاني مرة أخرى النداء أنا إلى السلطات، تخلوا صراحة ما نخلوش أن المواطنين نفروهم في السلطات، نحاولوا أن السلطات تجلب أو تجذب المواطن عندها وتوعيه، واللي ما بغاش يمتثل أنا كنفضل أنه تكون هناك عقوبات. وبالتالي حنا الهم ديالنا كامل شنو هو في هادشي كامل، لا السلطات ولا المواطنين ولا حنا الكل مجند باش نهزموا هاد الفيروس القاتل، الفيروس اللي هزم دول عظمى منها إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، أمريكا، هولندا. حنا بالإرادة ديال جلالة الملك محمد السادس نصر الله وكذلك السلطات والشعب المغربي ونتوحدوا تكون إيد واحدة باش نهزموا هاد الفيروس القاتل. وبالتالي إلى خرج المغرب منتصر كفى. حالة الطوارئ الصحية هي خطة باش يتفلتراو المواطنين، خذوها ببساطة وغادي تبان النتائج ديالها من بعد أسبوع أو أسبوعين. الامتثال لتعليمات الدولة هاد الظرفية الآنية بالضبط غادي يوفر عليك وعلى الدولة وعلينا بزاف ديال التخسير، وغادي تساهم بشكل مباشر في محاصرة هاد الداء وهاد الوباء باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه. مهمتك الوحيدة قف دارك.